السلام عليكم. موقع اسمه dreamlike.art ده موقع حلو، عامل زي فكرة الميد جورني. بيجي شوية صور قوانها في فيديو هو قبل كده. الأول كنت قلت له عايز فارس، وبعد كده قلت له عايز سوبرمان بيتخانق مع بطوط، فعملها بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى عايز أجرب، لو أنا عندي صورة وعايزه أعدي عليها، فأقول له أبلود وهرفع أي صورة وهقول له ابدأ اعملها لي بالستايل اللي عندك. انا هرفع صورتي، ممكن ارفع صورة حد تاني يزعل فخليها صورتي نجرب فيها. ده الستايل، لو دوست هنا هتلاقي فيه اكتر من ستايل موجود. خلينا نجرب الستايل الاولاني دوت. تمام، هنا البرومت ممكن اقول له مثلا هيرو ويز ايجيبت برومت. تمام، زي ما انت عايز بقى. هنا النيجاتيف في برومت، اللي هي البرومت اللي انت مش عايز يستخدمها، زي الجودة قليلة والحاجات دي. هنا اسبكت راشيو اللي هو النسبة بين الطول والعرض. هنا بيقول لي بقى انت عايز كام صورة، فانت ممكن تقول له صورة او اتنين او تلاتة او اربعة. تمام، خليها صورة واحدة ونجرب. في ثواني هيبدأ يكون لك الصورة. خد الصورة بتاعتي وحطها هيت. طيب ممكن ما تعجبكش تقول له طب جرب لي صورة تانية. كل مرة بيخصم من الرصيد بتاعك اتنين. هو هنا بيديك كل يوم 22 نقطة جديدة. تمام، يمكن عشان أول مرة راح مديني 50. طيب خلينا أقول له طب أنا عايز أجرب ديت. بياخد الصورة بتاعتك ويبدأ يحط لك ليها الخلفية اللي أنت عايزها. طيب هنا بقى ممكن نقول له ابلود، هو كونها من غير ما ياخد صوره، فندي له الصوره ونخليه كون لنا. طيب ممكن نغير الستايل، نختار ايه؟ نختار مثلا سيبل ديفيجن. فكده اي صورة عندك هو يبدأ ان هو يكون لك بيها الصورة انت عايزها، واللي ما عجبكش يشيله واللي عجبك احتفظ بيه. ممكن تقول له كون لي 4 صور، فبيكون لك 4 صور مختلفين. مع الوقت بتعرف اني سواء اني ستايل مناسب ليك وايه الجمل اللي انت ممكن تحطها تعمل لك صوره بشكل كويس.